السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، دونك اليوم ان شاء الله غنشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال غريبه الملوزه اللي ماشي كلاسيكيه، غادي تكون فيها واحد الحشوه ديال المشماش والقشور ديال ليمون معسلين. غريبه اللي هماويه، كتقدميها هكا بوجهك احمر قدام الضيوف ديالك. وصفه هائله وتستحق التجربه، كتجي بهذا القوام هذا فريمون معلكه رائعه جدا. الحشوه كتجي فارده الوجود ديالها في الوسط ديال الغريبه. خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحشوه ديالنا اللي غادي نحشو بها هذه الغريبه هذه، غادي نحتاج هنا 120 غرام ديال المشمش، 80 غرام ديال الزبيب، و 100 غرام ديال الليمون معسل. هنا بالنسبه للمشمش راه تناخذوا المشمش يابس وتنطحنوه في 1 2 3 حتى كنحصلوا على اون بات بحال هكايا. نفس الشيء بالنسبه للزبيب، الزبيب من الافضل اننا ناخذوا هذاك الزبيب الابيض باش كتجي لا كولور ديالو كلير. ونفس الشيء بالنسبه للقشور ديال الليمون معسل. دونك بالنسبه لهنا الكميه عندنا بين المشمش والزبيب 200 غرام. دونك ممكن اننا نديروا الكميه كلها ديال المشمش، يعني نستعملوا الكميه كلها 800 غرام ديال المشمش. بالنسبه لي انا استعملت الزبيب فقط لان عندي كميه ديال المشمش قليله، هادشي علاش عوضت هذيك لا كونتيتي بالزبيب. غادي نحتاج واحد الساشي ديال لافاني، غنحتاجو حتى الاخر باش نسم به. وهنا في هاد لا كاسخول عندي 40 غرام ديال الزبده، 40 غرام ديال السكر سنيده، و 80 غرام ديال الجلوكوز. دونك الضعف ديال العبار ديال الزبده وسكر كيكون جلوكوز. اول حاجه غادي ندير هاد الكاسروله، غادي نردها فوق البوطه حتى كتغلي وتكشكش مزيان. من بعد غادي نضيف ليها باقي المكونات. دونك هنا من بعد ما كتغلى ليا هذيك الخليط اللي درت في الاول في الكاسرول ديال الجلوكوز والسكر والزبده، غادي نضيف عليه الساشي ديال لافاني، غادي نضيف هذيك المشمش اللي معسل، الزبيب، و الليمون معسل، وغادي نخدمهم مزيان مع واحد الخليط سخون حتى يتعمل الكلية مع بعضياتهم. لان هذيك ديك الخليط الاولاني تيكون سخون بزاف، دونك نحاول انني ما نقيسوش بيديا، فراه تماما بحال كنصوبو شي نوكا نفس لو برينسيپ. نخلط كلشي مزيان، وغادي نحول هذا الخليط واحد الطبسه اللي يكون كبير شويه باش تبرد ليا الحشوه دغيا الا كنت مزروبه بها. طبعا الا ما كنتش مزروبه ماشي مشكل، غادي نغطيها ونخليها حتى نحتاجها. بالنسبه لي انا كنوجدها لافونس، نقدر نوجدها بالليل الا بغيت نخدم بها الغريبه في الغد ليه ولا العكس. دونك هذه هي الحشوه ديالي، كتجي بهذا الشكل هذا. من بعد ما غادي تبرد راه غادي تماسك، غادي نشكل منها واحد الكويرات صغيره باش نديرها كحشوه. وراه عندها بزاف ديال الاستعمالات، ماشي غنستعملوها غير في هاد الغريبه، كنقدروا نستعملوها ميم في يعني في حلويات اللي كتكون عصريه ماشي فقط هاد الحلويات البلديه. دونك هنا غادي نفرغها هنا في هاد البصل ونخليها تبرد. نشوفوا كيفاش غادي نحشيو بها الغريبات ديالنا.
اما بالنسبه للعقده فهنا عندي 600 غرام ديال العقده ديال اللوز. بالنسبه للعقده ديال اللوز تنظن ان البرينسيپ ديالها معروف، فكناخذوا كميه ديال اللوز وكنطحنوه مع نصف الكميه ديالو ديال السكر اولا اقل. مثلا الا خدينا كيلو ديال اللوز مفسخ كنطحنوه مع 400 حتى ل 500 غرام ديال السكر سنيده. انا بالنسبه ليا كنطحنو مع السكر سنيده مع شي مع السكر كلاصي، وكنطحن معاه حتى حبيبات ديال المسكه حره. كتكون عندي العقده دو باز واجده وكنبدا كنكهها على حسب الاستعمال اللي غادي نحتاج فيه هذيك العقده. مثلا هنا غادي نحتاجها الغريبه، فضفت ليها ساشي ديال سكر بنكهه زهره البرتقال، ضفت معلقه ديال العسل اللي ممكن اننا نعوضوها بلا كونفيتور اولا بالجلوكوز، وضفت معلقه كبيره ديال الزبده حيوانيه. غادي نخدم الكل مع بعضياته وغادي نبدا تنرش رشات ديال ماء الزهر حتى نحصل على القوام ديال العقده اللي كنكونوا عارفينها، يعني كتكون عقده معلكه كتعطينا الطوع كيف ما شكلناها كتمشي معانا. بالنسبه للكميه ديال ماء الزهر ما نقدرش نعطيكم كميه اللي محدده لانها كتختلف على حسب نوعيه اللوز اللي استعملنا في هذه العقده هذه. نقطه ثانيه على حسب اللوز واش طحناه وهو مازال مندي اولا مازال فازك شويه اولا ناشف بزاف، دونك هذه كلها عوامل كتحكم لينا في الكميه ديال الماء الزهر اللي غادي نضيفوا للعقده ديالنا. المهم هو اننا نحصلوا على عقده بهذا الشكل هذا، لينه طيعه كنشكلوها كيف ما بغينا كتعطينا الطوع وكتمشي معانا. هاد المرحله هذه كتكون عندنا عقده ديال اللوز اللي صالحه لجميع الاستعمالات ديال حلويات اللوز اللي بما فيها الكعاب المشكله، جميع الحلويات الكلاسيكيه اللي كنستعملوا فيها العجينه ديال الكعاب. بالنسبه ليا انا هاد العقده هذه محتاجه الملوزه كيف ما عرفتوا، فغادي نضيف ليها البيض. بالنسبه للكميه ديال البيض غتكون بين بيضه ونص حتى جوج بيضات على حسب الطراوة ديال هاد العقدة هادي. بالنسبة لي انا هاد الكمية خدت لي بيضة كاملة زائد ربع تقريبا ديال بيضة تانية، لان العقدة كانت عندي طرية يلاه مطحونة دونك ما ناشفش بزاف، ما احتاجيتش كمية كبيرة ديال البيض. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التشكيل ديال الملوزه ديالنا. قبل من هذا الشيء كنكون حضرت كويرات من هذيك الحشوه، هنا درت كويرات الوزن ديالهم 7 غرام، وغادي ناخذ كميه ديال العقده تقريبا غادي تكون فيها 15 غرام، فالمجمل ديال الوزن ديال الغريبه ديالي خصو ما يتعداش 22 غرام. كنظن هذا القياس هذا راهو كافي، غيعطينا غريبه اللي الشكل ديالها هكا مقبول، ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، يعني كتجي هكا مقدره. ما نساوش بان هاد الغريبه هادي مازال غادي نغوبيوها في لي زاموند ايفيلي اللي غادي يعطيوها اونكور دو فوليوم، فالا درناها كبيره وانغوبيناها بهذاك اللوز غتجي الحجم ديالها كبير بزاف. فكنظن انه 22 غرام راهو وزن مثالي. الطريقه كيف ما شفتوا معايا في لا فيديو راها موضحه. كناخذ كميه ديال الحشوه اولا ديال العقده وكنعمرها بهذيك الحشوه وكندور حتى كنحصل على كويرات بهذا الحجم هذا. كنحضر الكميه اللي عندي كلها وكندوز كنغوبيها بالطريقه اللي موضحه عندكم في لا فيديو بلي زاموند ايفيلي. هنا ما غادي نحتاج لا بياض بيض لا حتى حاجه لان العقده عندي طريه، فمباشره مني كندوزها في هذاك اللوز ايفيلي راه كتهزو، ما غادي نحتاج لا نضيف ليها لا ندوزها في ابيض بيض ولا حتى شي حاجه. بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. غادي نستفها في صفيحه ديال الفرن وغادي تشوفوها معايا قبل ما ندخلها للفران. هذه هي الملوزه ديالي من بعد ما ساليت التشكيل ديالها. غادي ندخلها الفران اللي يكون مسخن مسبقا، العافيه تكون معتدله من الاسفل ومن الاعلى، تاخذ واحد اللون ذهبي خفيف ونخرجوها ما نبالغوش في الطياب ديالها باش ما تقصحش معانا. هذه هي الغريبه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي بهذا الشكل هذا. كتاخذ واحد التحميره خفيفه من الاسفل
وكنخرجوها بلا ما نبالغوا في الطياب ديالها كيف ما سبق وذكرت، باش هكا كتبقى طريه وما كتقصحش معانا. هنا غادي ناخد واحد شويه ديال الناباج، غادي نخدمو غير هكا بالمعلقه، وغادي ندهنو على الوجه ديال الغريبه ديالي بواحد لو بانسو، وغادي نرجعها للفران اللي طفيتو باش ترجع ليه هذيك الحراره وتثبت عليه هذيك الناباج اللي غادي ندهن عليها، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه الملوزه ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى وصفه مقبله بحول الله، خليت لكم الراحه.